زمان قبل ما شو اسمه قبل ما اجد جار هنا قبل ما اولد صبروا لي مرض ما اكتشفوه الا بعدين. هو نقص ما اسعفني في الاكسجين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله شرر الأنبياء والمرسلين ما بعد. أنا اسمي حسن محمد حسن الشيري. والله حياتي طبيعية نفس الحياة اللي هنا، رايحة جاية كلها سوا يعني. ف يعني نروح مع الوالد وال يعني أماكن كذا نزور أماكن. فقعدت طبعا عندي ملف كبير، عندي ملف عند في كل جميع أوراقي. رحنا مستشفيات كثيرة رحنا، بس ما يعني المستشفيات اللي رحناها يعني المستشفيات اللي رحناها يعني عادية. ولما جيت هنا في مركز تشيكي أول ما جيت جو يشرحوا لي كذا، دخلنا على الدكتور وشرح لي وش طريقة العلاج وش ما طريقته وش يعطوني وش ما يعطوني. وأول ما دخلت وشفت ليش ممتاز، بس منهم بس ما أطلع يعني يستلموني من الساعة تقريبا من الساعة 3 ما أطلع إلا الساعة 6. أنا مغيدي محمد الشهري أخو المريض حسن. بالنسبة لحسن فمن الولادة صار عنده نقص أكسجين، ونقص الأكسجين هذا أثر على يده اليمين وعلى رجله اليمين، أثر في الحركة عليه، ووديناه يعني مستشفيات في أبها، بس المستشفيات الحكومية في أبها بدائية جدا، إمكانياتهم قليلة، عملوا له علاج طبيعي فترات بسيطة، يعني أشياء بدائية الواحد يقدر يسويها في بيته، أشياء بسيطة جدا. فجلسنا يمكن يوصل عمره 10 سنوات، راح المدرسة وفكره كويس، دراسته وشاطر مدرسته واموره تمام، بس اللهم عنده الحركة فيها يعني شوية إشكالية. ف يعني مريناها على أبها في مراكز في أبها، خذ عندنا فترات يعني تلاحظ أنها يعني عادية جدا، أنا بقدر أسويها في البيت، يعني تدريك عادي، تمارين عادية، يعني الواحد يقدر يسويها. فلما شفنا الوضع كذا والولد بدأ يكبر في السن وبدأ يمشي وصعب أنك تخليه كذا ويكبر على حالة وكذا، فجبناه هنا الرياض وبحثنا وشفنا أي مراكز، قدمنا على مستشفيات. بعدين جانا واحد من الزملاء كان مقدم على المركز التشيكي، هو كان يتعالج في المركز التشيكي، ولاحظنا فيه فرق. يعني احنا كنا ملامسين حالته من 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 أول ما صار له الحادث وفترة علاجه ودائما نزوره وكذا، يعني في فترة يعني ما شاء الله تبارك الله سريع، يمكن 2 3 شهور وتحسن وصار يمشي صار أموره تمام. والله هو علمنا الفكرة هذه، قرينا عنها شفنا يعني كثير الناس يمدحون يثنون، قلنا يا ود خلنا نقدم نشوف. قدمنا عليهم وشافه الأطباء وشافوا حالته وكذا وقالوا إن شاء الله الأمور طيبة، وأعطوه فترة علاج 3 شهور، وكان له برنامج معين فترة معينة، كان يعني فترة علاجه حلوة جدا، جدول مرتبين له ترتيب كويس، فيه العلاج الطبيعي، فيه العلاج الوظيفي، فيه يعني هذه الأشياء البارزة جدا ممتازة. جلست في مركز تشيكي 4 شهور. طريقة العلاج هناك يعني العلاج الطبيعي بس يد ورجل ومساج الظهر والأقدام، ثم الجاكوزي
الجاكوزي هذا في نوعين، نوع رجل، نوع أقدام ونوع يد. النوعين تختلف عن كل يوم، يعني مثلا أحط اليوم رجلي بكرة أحط يدي. وكمدات هذا يجيبون زي زي الكمادة كذا يحطونها على رجلي أو ظهري أو على يدي. أو بعدين في علاج هذا جديد اللي بالكهرباء، بس ما هو كهرباء، زي النور اللي في الاستوديو، بس انها يعني شوي يفتح شوي ينشط الخلايا، يبدأ من هنا لين هنا. بعدين استخدمته يوم، بعدها يعني توقفت على العلاج، يعني اللي كل عادة اللي قلت لك اللي قلت لك الآن، أنا عادي ما عندي مشكلة. أنا صني أنا ماني مريض. أنا هذا أول شيء. ثاني شيء، أنا من الجنوب ساكن في أبها، ساكن في أبها، وأنا جيت هنا أتعالج. أنا أول جلسة لكل من سواء معك ولا مشروع ولا، يعني أقول استمروا، يعني استمروا على هذا المركز، وإن شاء الله ما تلقون إلا العافية. صراحة الجدول اللي مسوينها كويس، يعني صراحة يعني كل واحد تقول له هذا أحسن من الثاني، هذا أحسن من الثاني، وبفضل الله سبحانه وتعالى المركز تحسن، صار يعني يحرك يده اليمين، صار ينزل رجلها زيادة، صار يعني ياكل بيده اليمين، يغير ملابسه بنفسه، يعني شفت؟ فكويس الحمد لله في تحسن، وان شاء الله الامل في الله قوي ان شاء الله. انا اتمنى يعني اتمنى انكم توسعون مركز شيكي في ابها، يعني حتى الناس اللي مرضى اللي في ابها ما يعفقون الا الرياض. ويجون هنا عشان قريبين وش، يعني انا هذا اللي اقوله يا مركز تشيكي. قفل الموضوع في الموقف الحساسة، والغابة اللي تنضم فيها نار وسودة، ممنوع فيها الصيد والتجوالة، واللي يضحب المطاليق والفام جميع زوا جنوب تنابا.